قلتي لك اوعى تفتح. خلاص بتخافي انت، خليكي هون. مين؟ افتح، انا جارك بالبنايه. وين امي؟ وين امي؟ شو عم تحكي انت؟ بعرفك شيء؟ لا ما بتعرفني. انت بتعرف امي؟ وينها؟ خليك برا، رح ما اتصل بالدرك. والله اتصل بالدرك يا شاطر، اتصل، بعرف من امي. هون انت فاهم ان الموضوع غلط ماما.